طيب راح نكمل نستمر في الباب الرابع. عفوا مش نستمر في الباب الرابع، هنبدأ باب جديد. احنا اوريدي خلصنا باب الباب الثالث. الباب الثالث كان بيحكي عن البروبلم فورميليشن، تمام، كيف انه احنا نصيغها از سيرش بروبلم، واخذنا استراتيجيات البحث وحكينا انه عشان النقطه تكون في الصوره. قبل ما احكي لك على الاوتلاين بدي ارجع اذكرك في السيرش استراتيجيز. حكينا الان انفورمد سيرش او البلايند سيرش، وحكينا انه تعريفه ايش تعريفه، انه هو فقط بيستخدم المعلومات المستخدمه في او المعرفه في البروبلم ديفينيشن. ايش في انا عندي سيرش الجوريثمز؟ هدول الاربعه، تمام. اليوم راح نكمل باستراتيجيه ثانيه من استراتيجيات البحث اسمها انفورمد سيرش. طبعا في انا عندي تو استراتيجيز اللي هي البيست فيرست والاي ستار، وفي باب منفصل حنشوف الادفيرسرال سيرش اللي هو المين ماكس الجوريثم، تمام. يبقى في هذا الباب، الباب الرابع، راح نحكي من كتاب راسل ونوفرينج ارتفيشال انتليجنس مودرن ابروتش. حنحكي عن البيست فيرست سيرش والاي ستار ومفهوم الهيوريستكس. طيب عشان تعرف احنا برضو وين، تاخذ يعني بيج بيكتشر انه احنا موجودين في هذا المكان اللي هو الانفايرمنت، يعني التفاصيل او خصائص الانفايرمنت انه هي فولي ابزرفبل، ديترمينستيك، سيكوينشال، ديسكريت. بقدر اطبق عليه البلاننج والهيوريستيك سيرش. شو مفهوم الهيوريستيك؟ يعني هنا فكرة الهيوريستيك انه بدل ما انا استخدم الجوريثم يعني محدد بشكل مسبق، انه يا اما بعمل توسع بشكل عرضي او بعمل توسع في العمق، ليش ما انا اختار النود؟ ليش ما انا افكر بعقلي واستخدم الهيوريستيكس تبعتي او الفطنة تبعتي او الاستنتاج تبعي واختار نود من النودز هذه، تمام؟ يعني على سبيل المثال انه انا عندي هاي الروت نود اللي هي مدينة اراد على سبيل المثال، وفي عندي ثلاث خيارات اروح لثلاث مدن. في البريدث بقول لك خلص هذا المستوى اول، بعديها روح على المستوى اللي بعديه اعملهم اكسباند كلهم بشكل عرضي بهذا الشكل. اما الدبث ايش بقول لك؟ بقول لك لا، هاي الروت نود في عندك خيار هنا بطلعش عليه، بعمل اكسباند لهاي، فيها نودز ممكن اعملها اكسبانشن، برضو بعملها اكسبانشن. طب في نود هنا انا ممكن اعملها اكسبانشن، بيشتغل بالعمق، فبالتالي انه خلاص بيشتغل يا بالاسلوب هذا في العمق، تمام، او بتوسع بشكل عرضي في النودز. طب ليش ما انا ايش اسوي؟ اقول والله انه النود هذه ممكن في عندي ثلاث خيارات اروح لثلاث مدن، هاي وهاي وهاي، ليش ما انا اطلع مين افضل مدينة وهي الاختارها وهدول ما اختارهمش؟ هذا هو مفهوم الهيوريستيكس، واضح؟ انه انت بتستخدم الفطنة او الاستنتاج او الحدس اذا بدك عشان تحل المشكلة. طيب بدنا نراجع هذا الكلام، كتير مهم. التري سيرش ايش اللي بيختلف انا عندي في الموضوع؟ الاستراتيجي، انه انا بدي له البروبلم والاستراتيجي. فبالتالي هنا اذا ما فيش نودز اعملها اكسبانشن، معنى ذلك برجع فيلر، خلاص خلصت عملت اكسباند لكل النودز ما لقيتش حل، فبالتالي برجع فيلر. طبعا اذا كان الشرط هذا فولس حيتنفذ هدول الثلاث جمل. طبعا هذا الكلام في لوب. choose a leaf node for expansion according to strategy. والاستراتيجي شو تعريفها؟ هي عبارة عن defined by picking the order of node expansion، اختيار ترتيب النود expansion. فزي ما شفنا انه هنا باجي اختار هاي ولا هاي ولا هاي، بختار لازم يكون في عندي score utility function اقدر من خلالها اقول انه هذه الافضل. اما البريدث فيش عنده utility function، ايش بعمل؟ بتوسع بشكل عرضي. اما depth بتوسع بشكل في العمق.
تمام؟ يبقى هنا which node to check first. طبعا هذا الكلام برجع يعني أول مرة يعني استخدام النوليج أو الهيوريستكس لكتاب اللي هو Human Problem Solving منشور 1972 لسايمون نويل. وحكوا إنه الانتليجنس comes from heuristics اللي بتساعدك في اختيار the promising state fast. معنى كلام بدي أرجع هنا زي ما حكيت لك إنه أنا بدل ما أختار بشكل عمياني إنه يا إما بتوسع في الأفق بشكل أفقي أو في العمق، ليش ما أنا أشغل مخي وأختار أقول هذه لا وهذه آه وهذه لا؟ هاي مفهوم الهيوريستكس. فبالتالي هنا الانتليجنس comes from heuristic that helps finding a promising state fast. طيب طبعا أول ألغوريثم اسمه البيست فيرست، من اسمه انه انا بتطلع على البيست نود، لا البريدث ولا الدبث، البيست. كيف بدي اقيس انه هي بيست؟ شو بيلزمني؟ دالة evaluation function اسمها FM. تمام، شو بتعمل؟ بتعمل استيميت للديزايرابيليتي تبعت النود، قديش النود هذه مرغوبة، قديش انه هي بتوصلني للحل. تمام، طبعا كimplementation الاوردر تبع النود هاي انه برتبها، يعني على سبيل المثال لما اجينا هنا هاي اراد مثلا على سبيل المثال في عندي ثلاث خيارات، بجي بقول انه النود هاي الايفالويشن فانكشن تبعتها مثلا 15، هاي النود لا، هاي النود الايفالويشن فانكشن تبعتها مثلا 27، هاي على سبيل المثال 8. فبالتالي انا بدي اختار اكثر واحدة انه desirable، ممكن تكون اعلى قيمة او اقل قيمة على حسب. تمام، فبالتالي ممكن اقول انه والله هذه افضل نوت، هذه لا، هذه لا، بناء على انه هي اقل قيمة، او العكس ممكن يكون 27 هي الافضل. طيب يبقى هنا ايش معناته انه انا بحطها في المقدمة؟ لنفترض انه انا عندي ان واحد ان اثنين ان ثلاثة، شو معنى هذا الكلام؟ اللي هو انه انا اعمل في الامبلمنتيشن الاوردر تبع النود بحط في الفرونتير ان ديكريسينج اوردر اوف ديزايرابيليتي. يعني على سبيل المثال اذا كانت النود المرغوبة هنا الاقل قيمة بصير ان ثلاثة ان واحد تمام ان اثنين. فبالتالي ما دام انه هذه في الفرونتير في المقدمه هي اللي بعملها اكسبان، او ممكن تكون انه الترتيب تبع الديزايرابيليتي العكس انه القيمه الاعلى اكثر، القيمه الاعلى انه هي الافضل، فبالتالي هنا بصير الاوردر ان اثنين ان واحد ان ثلاثه whatever انه كان انا عندي الترتيب. المهم دائما بتطلع على الفرونتير هي اللي بعملها expand. واضح؟ هاي معنات الكلام هذا انه كيف نعمله احنا كimplementation. طبعا انا في عندي special cases، في عندي في البست سيرش، انا في عندي الجريدي بست سيرش، وانا في عندي الاي ستار. شو معنات الجريدي algorithm؟ بعتقد انه مر عليكم في مادة الجريدي، شو معنات الجريدي مر عليكم في الالجوريثم او في الداتا ستراكشر؟ بيروح على ايش؟ الجريدي لا، الجريدي يعني الالجوريثم طماع. شو يعني طماع؟ اشرح
لا يعني يعني بدور على اللوكال اوبتيمم مش على جلوبال اوبتيمم. بمعنى انه على سبيل المثال هذا الكلام حيوضح معايا هنا انه البست جريدي بست فيرست. انا عندي هنا 200 خليني عشان اوضح لك اياها خلينا نشوف الفورميليشن نشوف كيف نطبق هذا الكلام على رومانيا. تمام يبقى الايفالويشن فانكشن انا بدي اعرفها الاف ان بدي استخدم هيوريستيك معين هيو اتش ان هو عباره عن الاستيميت اوف كوست فروم ان النوت ان يعني للجول اللي هي عباره عن اس دي اس ال دي اللي هو ستريت لاين ديستانس من ان لبوخارست. يعني لو عملت في الخريطه ضفت المعلومه هاي ايش المعلومه هاي هي عباره عن ستريت لاين ديستانس من بوخارست من اي نود لبوخارست يعني من اراد لبوخارست 366 من بوخارست لبوخارست زيرو من كروفيا لبوخارست 160 وهكذا. ايش هي الستريت لاين ديستانس يعني على سبيل المثال تيميسورا انا بقدرش اروح عليها ستريت لبوخارست لكن انه انا ايش بروح بعمل خط مستقيم زي هيك ستريت لاين وبروح بقيس المسافة هاي. تمام هاي المدينة بقدرش اني اروح عليها ستريت لبوخارست لكن بروح برسم خط مستقيم وبقيس المسافة هي هاي عبارة عن ستريت لاين ديستانس. يبقى ال HN تبعي اللي هي عبارة عن ال evaluation function ال F هي عبارة عن straight line distance. هل ممكن أحط شغلة تانية أو أختار شغلة تانية للheuristic function تبعتي؟ أنا بحددها ممكن أختار أي شغلة تانية. تمام؟ هل ال straight line distance ممكن تعطي لك يعني تعتبرها إنه هي heuristic فعلا وفي يعني بتستخدم فيها المنطق إنه أنا بدي أختار المدينة اللي أقرب لبوخارست يعني المنطق تبعها شوف كيف انت موجود في اراد ايش في عندك خيارات قول معايا اروح على سيبوي او اروح على زرنت اطلع فوق او انزل تحت طب اي واحد اروح هل من المنطق اروح بهذا الاتجاه هذا بستبعده المنطق والهيوريستيك والحدس والفطنة والذكاء بيقول انه تطلعش انت بوخارست بهذا الاتجاه روح لمدينة اقرب يعني اقرب لبوخارست فبالتالي بضل انت عندك انه تقيس الستريت لاين ديستانس هنا وهنا وهاي فبالتالي انت بتقيس الثلاث مسافات هدول خلينا اوضح لك اياهم اللي هي هاي تمام وهاي وهاي طبعا انت لو قست واضح تماما انه سيبوي هي اقرب لبوخارست من تيميسورا فبالتالي المنطق بيقول انه نروح على سيبوي صح هاي مستبعدة تماما هاي انت تعال قارنها سيبوي ولا تيميسورا لا هذه اقرب خلاص بروح لها هي واضح ايش مفهوم الهيوريستيك بس هل دائما بتزبط معي زي هيك في شغلات ممكن تكون مخفية عليك لا بالضبط فبالتالي هيوريستيك فانكشن هذه شغلة انت بتحطها انت بتوضحها فبالتالي اتوقع يعني انه انا يعني انه محل اسئلة انه انا اجي اقول لك انه هاي في عندك بروبلم معينة شو بتقترح هيوريستيك افترض تستخدم ذكائك عشان انه تقترح هيوريستيك فانكشن معينة فعلا تؤدي لحل معقول كيف بالضبط لا بدك تعمل assumption وتمشي على assumption هذا يعني أنا assumption اللي أنا عملته قلت طب ليش ما نعمل حاجة اسمها straight line distance ونقيسها زي هيك ونعتمد عليها في اختيار النود بهذا الشكل تمام نيجي لموضوع الجريدي الجريدي دائما بيختار النود اللي بتظهر انه هي closest للجول بس هذا الكلام مرحليا شو معنات هذا الكلام هكذا حيوضح معايا هنا يعني على سبيل المثال انه انا موجود في اراد قديش المسافة الستريت لاين ديستانس 366 تمام بعمل اكسباند
سيبوي تيميسورا زرنت. هذه عبارة عن الاتش، وهذه عبارة عن الاتش، وهذه عبارة عن الاتش. وحسب تعريفنا حكينا انه هي الستريت لاين ديستانس. هنا الستريت لاين ديستانس 253، هنا 329، هنا 374. مين البيست؟ سيبوي. ليش؟ لانه اقل ستريت لاين ديستانس، هي الاقرب لبوخارست. هدول بطلع عليهمش. مفهوم الجريدي انه صحيح قد يكون انه هذه الاقرب لسيبوي بس مرحليا، لانه ممكن يكون في عندي مثلا حل تاني هنا، هذا الحل، وفيما بعد لقدام انه يكون التوتال كوست هي اقل. فالجريدي سيرش الطماع دائما بتطلع ايش في موجود بين ايديه، بتطلعش لقدام، بتطلع بين رجليه، تمام؟ فبيجي بتطلع انه خلاص مين اقرب، هاي خلاص بيختارها وبتطلعش للباقي، بتطلعش لستيبس اكتر. كيف؟ هذه الهيوريستيك. عشان ايش بقول؟ تمام؟ طيب واضح شو مفهوم الجريدي؟ طيب احنا متفقين انه حسب الاتش انه هذه اللي بدنا نعملها اكسباند، هدول لا، عملنا اكسباند. يبقى من سيبوي ممكن ارجع لاراد 366 او اروح لفراغاس 167 الستريت لاين ديستانس لبوخارست، وهاي 380 وهاي 193. مين اختار؟ فرق 167 بعمل اكسباند لهاي، هاي بنعمل اكسباند لهاي. ايش فينا عندي؟ ممكن ارجع لسيبوي برجع 253 او بوخارست هاي هزيرو، خلاص وصلنا للجول، تمام؟ طيب نشوف الخصائص تبعته. كومبليت؟ لا، ممكن انه احصل في لوب. شوف لي اللوب هذه ايش هي؟ انه انت الجول تبعك هاي المدينة، ورادية، وانت موجود في اياسي. شوف كيف، هاي بترجع لك على الخريطة. هنا انت وين موجود؟ موجود هنا. ايش الجول تبعك؟ هاي الجول. ايش في عندك خيارات هنا؟ تروح فوق وتروح تحت، صح؟ اختار هاي ولا هاي؟ كيف اعمل ستريت لاين ديستانس؟ لا مش 87، مش احنا الهيوريستيك تبع ستريت لاين ديستانس. فايش بسوي؟ بعمل ستريت لاين هنا وستريت لاين هنا، ومش ستريت ستريت بس يعني، ومش مش مستحكم كتير في الماوس. مين اقصر؟ اكيد بطبيعه الحال هاي رحنا لها. انت موجود هنا الان، ايش في عندك خيارات؟ مالكاش الا خيار واحد بس، في شيء انه انت تختار بين شغلتين، فبترجع لإياسي. رجعنا لإياسي، كم خيار عندك؟ خيارين حسب الهيوريستيك. وين؟ اطلع على نمت لوب. بالضبط، واضح كيف انه ممكن تقع في لوب. هاي من إياسي لنمت، إياسي نمت، كيف؟ وهيك حسب الهيوريستيك. انا بمشي حسب الهيوريستيك، صح؟ تعال ممكن انه انت تعمل بريك لهي الشغله، انه اذا والله تكرر انت عندك اللوب كذا مره، ممكن انه انت تعملها بريك، انه انت تشوف الخيار الثاني مثلا. او الحل الافضل انه انت ايش تستخدم الاي ستار. تمام. التايم بي مرفوع على القوه ام، والسبيس بي مرفوع على القوه ام. بس هنا بدك تخلي بالك انه الهيوريستيك بتعمل لك دراماتيكال امبروفمنت للبرفورمانس، فعلا بتحسن بشكل كبير. اوبتيمال نو، وش السبب؟ شو السبب؟ ليش مش اوبتيمال؟ الهيوريستيك هذه مين وضعها؟ انت، مش
واحد زيه وزيك، فبالتالي الهيوريستيك هذه ممكن تزبط وممكن تزبطش. فبالتالي هل الهيوريستيك هذه دائما بتجيب افضل حال؟ مش بالضروره. طيب نيجي الجورثم الثاني الاي ستار. ايش الفكره تبعته؟ الفكره تبعته انه انا بديش اطلع تحت رجلي بس او اطلع على الفاليو الموجوده بين ايدي، لا بدي اطلع لقدام كمان، بدي اطلع على شغلتين. فبالتالي هنا افويد، الفكره تبعته افويد اكسباندينج باث ذات از اوريدي اكسبنسيف. اذا انا عندي باث انا عارف انه هو اكسبنسيف بعملوش اكسباند، بطلع لقدام. انا صحيح انه هذه المدينه اقرب لبوخارست، بس الروح على هذيك المدينه مكلفه، تمام؟ يبقى هنا الاف ان سابقا في البست فيرست كانت الاف ان عباره عن ايش؟ بتساوي الاتش فقط. هذا اي الجورثم البست فيرست. اما حاليا الايفالويشن فانكشن في الاي ستار هي عباره عن مجموع دالتين اللي هي الاتش اللي هي نفسها من البست فيرست بالاضافه لداله ثانيه اسمها جي. بدي اعرفها ايش هي الجي؟ هي الكوست سو فار تو ريتش ان، هي التكلفه عشان انت تروح لمدينه معينه مش الديستنيشن، خلي بالك تروح لان، تمام؟ والاتش هي عباره عن دي ستريت لاين ديستانس او الكوست من ان للديستنيشن للجول. واضح الفرق بيناتهم؟ تمام. فبالتالي اف انت فعليا بتحسب التوتال كوست للباث للجول. خلينا نشوف كيف. هادي اف وهادي جي وهادي اتش. ايش الجي؟ انت في اراد، قديش التكلفه عشان تروح لاراد؟ زيرو. وقديش الستريت لاين ديستانس لبوخارست؟ 366. فبالتالي 366 في عندك خيارات، اعمل اكسباند. هاي نفس الفكرة هنا F G H. كيف؟ في طريق ستريت بين أراضي وبوخارست اللي خلقت 366 دولة، ولا في بينهم مدن؟ لا يا أستاذ، مش أنا حكيت بدي أعمل assumption أنه أنا بدي أفترض أنه بدي أعمل straight line distance. بقولش أنه في straight، بقولش أنه في طريق straight بين أراضي وبوخارست. أنا بقول بدي أقيس الستريت لاين ديستانس، المسافة الستريت اللي بيناتهم، لكن هو فعليا ما فيش طريق. هنا قديش المسافة من سيبوي لبوخارست اللي هي الاتش؟ 300 او 253. طيب ال 140 هذه عبارة عن التكلفة من أراد لسيبوي، فبالتالي بيطلع عندك توتال قديش؟ 393. تيميسورا نفس الفكرة، عشان تروح من أراد لتيميسورا 118، ومن تيميسورا للديستنيشن 329، بيطلع عندك 400، وهنا بيطلع عندك 449. 339 ولا 447 ولا 449؟ سي بوي. نعمل اكسباند لهي. لاحظ انه الاف هي عبارة عن الجي زائد الاتش. طيب عملنا اكسماند لاسي بوي، انا ممكن ارجع لاراد، تمام؟ التكلفة تبعتها انه حتكون انه مسافة من اراد للديستنيشن 366 بالاضافة للتكلفة من سي بوي لاراد 280، فبطلع عندك هنا 600. فرقاس انت عندك الديستنيشن من فرقاس ل بوخارست 176، وهاي عبارة عن المسافة من سيبوي لفرقاس، بطلع عندك 415 671 413. هدول في الستميات خلاص بنساهم، أنا في عندي 415 413 413. بختار هاي، مع أنه لاحظ في الاي ستار احنا ايش اخترنا؟ هاي. طب اعمل اكسباند، مع انه هنا خلي بالك طلعت معي بوخارست مباشره، لكن هنا مش بوخارست مباشره،
بس عبدك شوف هنا 500 417 553، اكيد ال 415 بعمل expand، هدول بس عملت لهم expand للعلم بس، هجيت هرجع لهم بعد شوي. اعمل expand طلعت عندي بوخارست 418 وهنا 600 وهذه الجول تبعي 418 وهنا انت وصلت للجول بقديش 450. يبقى شفت انه الجريدي بتطلع تحت رجليه بس، الجريدي بيقول انه انت تروح في هذا الاتجاه، عفوا في هذا الاتجاه، بينما الاي ستار اللي دخل في الموضوع شغلتين تمام، انه بيقول لك انه انت اللي يفترض انه انت تروح بهذا الاتجاه بهذا الشكل. صحيح انه هو اطول لكن الكوست تبعه اقل 418 مقابل 450 تمام. واضح يا شباب؟ هذه ممكن تدخلها في شغلة تانية في الجي مثلا، بس انا ايش عملت؟ عملت شغلتين، عرفت يعني حسب تعريفي انا، زي ما حكيت الستريت لاين ديستانس حسب تعريفي، ممكن تتعرف بطريقة تانية مختلفة تمام؟ فممكن تدخل في حساب الكوست بالضبط معلومات اللي هي قديش الترافيك هناك، فبالتالي انت بتطلع عندك التكلفة يعني المتراكمة بهذا الشكل. الخصائص تبعته كومبليت اكيد بطبيعة الحال، الا اذا كانت انه عندك النورس انفينيت، التايم اكسبوننشال، السبيس بيحتاج لكل النورس الموجودة في الذاكرة، اوبتيمال بطبيعة الحال يس اكيد افضل بكتير من الاي ستار. الخلاصة في الموضوع انه الهيوريستيك فانكشن تعمل لك استيميت للكوست للشورتست باث تمام. طبعا الجود هيوريستيك، انا بحكي جود هيوريستيك انه هذا بيعتمد عليك ان انت قديش انه انت بتعرف ده لقديش انه هي فعلا جيده، بيخسر لك الكوست تبع السيرش او بيختصر لك الكوست تبع السيرش بشكل كبير تمام. الجريدي بيست فيرست على ايش بيعتمد؟ على الاتش فقط. اما الاي ستار على ايش بيعتمد؟ على الجي والاتش، وحكينا انه هو كومبليت اوبتيمال. ولو اجيت قارنته بكل الاستراتيجيات البحث اللي احنا درسناها سابقا في الان انفورمد اللي هو البريدث والدبث والاتريتيف ديمينينج، هذا افضل منهم بكتير، هو الافضل. واضح؟ في اي سؤال يا شباب؟ يعطيكم العافيه.